بقدر ما الجبل بيعطي جمالية للضيعة بقدر ما أنه صار يعني خطر على الضيعة بسبب الانهيارات الصخرية اللي عم بصير كتل هائلة من الصخور، يعني لو نزلت لا سمح الله توصل للطريق العام. قرية مليس هي عبارة عن قرية بسهل الروج، بآخر سهل الروج على امتداد سهل الروج بيركي بحضن الجبل. كان في انهيارات بسيطة لكن بعد الزلزال صار في أكثر انهيارات، وشوفت عينكم أنه هالصخور ليك مثل هالصخرة مثل هالصخرة مثل هذيك، في عندي صخرة عملاقة. بطرح حل للرأي العام للناس المهتمين أنه نساوي مثل هذيك الصخرة بتوقع نعمل لها أوتاد حديد بالصخر ونصب لها باطون نسندها. في عنا هون جيراننا وقعت عليهم الصخرة، انكسر سطح الأبو تبعهم، عندهم مواشي ماتت، وفي عنا هون السيول بتجرف بالشتي بتجرف حجارة وبتجرف صخور كبيرة وبتجرف كل شيء. يعني يا ريت يصير لنا حل هالموضوع هذا.